بسم الله الرحمن الرحيم. هو إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن Welding Joints Design أو تصميم وصلات اللحى. ففي الانترودكشن بنقول إن Welding Joint دي هي عبارة عن Permanent Joint من الوصلات الدائمة، لأني أنا عندي أنواع الوصلات، بيبقى فيه وصلات Permanent ووصلات Non-Permanent أو وصلات غير دائمة. يعني أقدر إن أنا لو عندي تو بليتس مثلاً وعايز أوصلهم ببعض، ممكن أوصلهم ببعض عن طريق البولت والنط أو عن طريق المسمار والصامولة، فدي بنسميها نون بيرمننت جوينتس. ليه؟ لأني ممكن أفك المسامير والنط دي وأفك الجوينتس عن أو أفك الجوينت دي من بعضها. وبرضو إنما في نوع اللي هو البيرمننت جوينت، دي زي الويلدنج أو الويلدد جوينت وصلات اللحام، وزي الريفيتد جوينت اللي هي وصلات البرشام. ده ما بينفعش إن أنا أفك الوصلة من بعض. فاللي إحنا بنتكلم عليه النهاردة اللي هي البيرمننت جوينت، فبيحصل دون عن طريق اللحام، إن أنا بيكون في عندي بيحصل فيوجن للبارت بتاعي للإدجز بتاعته للتو بارتس، وبعد كده ممكن عن طريق ان انا اعمل بريشر او ان انا استخدم فيلر ماتيريال وابتدي املى منطقة اللحام دي بالالكترود اللي بيبقى معايا او على حسب نوع اللحام اللي احنا بنستخدم. طبعا بيستخدم في ايه عمليات اللحام؟ بتبقى زي ما قلنا اسلوب بديل او طريقه بديله عن عمليات الكاستنج، السباكه، سباكه المعادن، او عن طريق ان احنا بنبريس بنعمل ريبليسمنت للبولتس والريفيتد جوينت. برضو ممكن استخدمها في عمليات الريبيرنج، زي مثلا لما بيكون في عندي كراك معين حصل في ستراكشر معين، فانا ببدا ان انا اعوض الكراك ده او اصلح الكراك ده عن طريق ان انا اعمل عمليه لحام. مثلا لو في جزء من جير من ترس مثلا اتكسر، فممكن ان انا اعوض الماتيريال اللي حصل له لوز من الماتيريال بتاع الجير عن طريق ان انا اعمل له عمليه لحام، وممكن بعد كده اعمل عمليه تشغيل ثاني للجير. المميزات بتاعت عمليات او الويلدنج جوينتس عن الريفيتد جوينتس، لان هما الاثنين بيرمننت، لكن بيبقى في واحده ليها مميزات عن الاخرى، زي الويلدنج مميزاته عن الريفيتد جوينتس، ان الويلدد ستراكشر بتاعي بيبقى لايتر ذان، اخف من الريفيتد ستراكشر، وده لان ما عنديش اي كونكتنج كومبوننتس ثانيه زي ما احنا بنستخدم مثلا في الريفت، بنستخدم الريفت نفسه. الحاجه الثانيه ان الافشنسي بتاعه الويلدد جوينتس بتبقى تقريبا 100%، ده لان في الريفتد جوينتس الكفاءه بتاعه الوصله بتقل. هو يعني ايه الكفاءه بتاعه الوصله؟ يعني لما احنا بنقول ان الجوينتس دي كانت سوليد ماتيريال، كان بليت وبليت الاثنين سوليد، لما انا جيت اعمل عمليه ريفيتنج علشان يحصل عمليه البرشامه، بنقدر بالاول بنعمل عمليه دريلنج في الجوينتس بتاعتنا، فعمليات الدريلنج دي بتضعف الوصله بتاعتنا. فلو احنا كنا بنقول لو كانت هي سوليد والتو بليتس دول سوليد، وكان المفروض ان هي تتحمل تكاري مثلا ديزاين تو كاري مثلا 100 كيلو نيوتن، فبعد ما انا عملت لها عمليه الريفيتنج دي لا بقت تتحمل مثلا 70 كيلو نيوتن. فده نتيجه ايه؟ نتيجه ان انت عملت فيها هولز وحطيت فيها الريفت. في حين ان الويلدد جوينتس لا، الويلدد جوينتس انت بتحط التو سوليد ماتيريالز على بعض وتبدا ان انت تعمل ما بينهم لحام، فانت بالعكس بتعمل لهم سترانس اعلى. برضو في حاله التنشن ممبرز، الكيس بتاعه الريفيتد برضو بتبقى اضعف من الويلدد. الويلدد بتبقى تشيل سترينث اعلى زي ما احنا نشوف في الديزاين بتاعنا.
لما بيكون في عندي بعض الشيبس زي السيركولار ستيل بايبس، لو انا عندي مواسير مثلا هي سيركولار شيب، دي ما اقدرش اعمل لها عمليه ريفيتنج على السيركمفيرنس بتاعها، انما اقدر اعمل لها عمليه ويلدنج. فبالتالي في ابلكيشن زي دون بيبقى الويلدنج مناسب اكتر من الريفيتنج. برضو في الريفيتنج لو انا بعمل مثلا بعمل عمليه ريفيتنج ليه جزء، مثلا لو احنا خدنا سيكشن كده مثلا وجزء تاني هنا، علشان اركب الاثنين دول مع بعض يبقى انا لازم الهول بتاعي يبقى موجود مثلا هنا، ده معناها ان لازم يكون في سايب انت كليرنس في الجزء دون، سايب كليرنس اللي هي المسافه دي ما بين التو بليتس، او سايب هنا مسافه فوق عشان تعمل عمليه دريلنج. والا لو انت هتيجي تعمل عمليه دريلنج وقربت الايدج دون من الهول، قربت الهول من الايدج بتاعك، فممكن يحصل له فيليا. فلازم يكون في انف كليرنس في عمليه الريفيتنج. بينما في الويلدنج لا، انا ما فيش عندي كليرنس ولا حاجه، على اي مسافه انا ممكن اعمل عمليه الويلدنج. ايضا الويلدنج كبروسيس بياخد وقت اقل من عمليه الريفيتنج، لان عمليه الريفيتنج بتبدا ان انت لو عندي تو بليتس زي اللي مرسومين دول، فالبليت اللي فوق والبليت اللي تحت بنعمل له عمليه دريلنج الاول، بعد كده بنركب الريفت بتاعنا او مسمار البرشام بتاعنا، بعد كده بروح على مكبس او باي طريقه وابدا ان انا اعمل عمليه الريفيتنج. انما في الويلدنج لا، انت مجرد ما لو بعمل مثلا ارك ويلدنج، يبقى انا مجرد ما بعمل تاتش بالالكترود بتاعي في الورك بيس ويبتدي يتولد يحصل جنريت للارك بتاعي، ببدا ان انا اشتغل على الطول الويلدد لينس على طول. فبالتالي ده بياخد مني وقت اقل. العيوب بتاعت او اللي احنا نسميها الليميتيشنز بتاعت والديس ادفانتجز بتاعت الويلدنج، ان نتيجه ان في حراره وفي كولينج، فده بيعمل لي ثيرمال ستريسز او احيانا بيعمل لي ديستورشن داخل الوصله بتاعتي. الحاجه الثانيه انه طبعا بيحتاج سكيلد ليبر. ثالث حاجه ان للاسف مش بيسمح لي هنا، لو انا عندي ستراكشر كامل وانا لحمه فما بيسمحليش بجزء من، بيبقى فيه فليكسيبيليتي انه يحصل اكسبانشن. بالتالي ده بيولد نوع من الاستريسز، وبيبقى فيه احتماليه لوجود كراكس لو حصل نوع من الاكسبانشن في الوصله بتاعتي. طبعا الاسبكشن بتاعه الويلدنج، لو انا عامل لاحم مثلا التو بليتس دول ببعض، وده مثلا كان اللحام هنا، فلو في كراك جوه اللحام ده لاي سبب، انا مش بقدر اكتشفه بسهوله لانه مش ظاهر قصادي على السطح. فبالتالي عمليات الانسبكشن بتاعه الويلدنج بتبقى اصعب من عمليات الانسبكشن في الريفيتنج، لان الريفيتنج ببقى المسامير البشام بتبقى بين قصاد. نبدا بقى من هنا لما بنيجي نتكلم على انواع الويلدد جوينتس. فانا عندي نوعين، اللي هو اللاب جوينت او اللي احنا بنسميه الفالت جوينت، وفي عندي نوع ثاني اللي احنا بنسميه البط جوينت. يعني ايه اللاب جوينت؟ اللاب جوينت او اللي احنا بنسميها الفالت جوينت، ببقى عامل اوفرلابنج للبليت بتاعتي، ماشي كده؟ زي الشيب A او الشيبس اللي قصادنا دي، في عندي فيجر A دون، التو بليتس ده الفيجن فيو بتاعها، ده التوب فيو بتاعها اللي تحت، اوكي؟ فالتو بليتس دول البليت اللي فوق، البليت اللي فوق هنا ليه ثيكنس، والبليت اللي تحت دون ليه ثيكنس ثاني. وجيت انا اعمل عمليه ادي الويلد منتهي او ده الجزء اللحام بتاعي، يبقى انا كده عملت لحام ما بين البليت اللي فوق والبليت اللي تحت. طبعا الكروس سكشن بتاع الفيلت او بتاع الويلد بتاعي بعتبر ان هو تقريبا للسهوله ولسهوله الدراسه، بعتبر ان هو شكل تريانجل، تريانجلر شيب، ان هو شكل الكروس سكشن بتاعه مثلث.
فبالتالي الفيلت جوينتس بتاعتي او اللاب جوينتس بتاعتي ممكن تكون سنجل ترافيرس. سنجل ترافيرس بمعنى ان انا ممكن يكون في عندي ممكن يبقى الفيلت جوينتس بتاعتي ممكن تكون سنجل ترافيرس. يعني ايه سنجل ترافيرس؟ يعني الوالدمنت بتاعي جاي نورمال على اتجاه الفورس بتاعي او بترانسفيرس اتجاه الفورس بتاعي. ممكن يكون سنجل ترافيرس يعني انت لحمه من اتجاه واحد بس، او ممكن يكون دبل ترانسفيرس يعني في عندي لحام من فوق ولحام من تحت. ممكن يكون بارالل فيلت يعني الفورس او اتجاه اللحام بتاعي ماشي بارالل لاتجاه الفورس بتاعتي. طبعا مش بنفضل كتير اللي هو السنجل ترانسفيرس، وده ليه؟ لانه ممكن الفورس دي تعمل نوع من انواع المومنت فيحصل ديستورشن. او النوع الثاني اللي هو البط جوينت، وده بيحط فيس تو فيس لي او ايدج تو ايدج للبليتس بتاعتنا. البليتس دي او الايدجز دي ممكن تكون مش محتاج ان انا اعمل لها عمليه بيفلنج، ان انا اعمل عمليه تشامفرنج كده او اشطف او اميل الاسطح بتاعه البليت. زي ما احنا شايفين هنا ممكن علشان اعمل عمليه ويلدنج البليت دون والبليت دون لو انا جيت حطيتهم ايدج تو ايدج بالشكل دون، اوكي، علشان اضمن ان المسافه ما بينهم اتملت بالوالدمنت او الجزء الملحوم، ببدا ان انا اعمل اشطف الجزء دون وابدا ان انا اشطف الجزء دون او اميل الجزء ده واميل الجزء دون، فيبقى الشيب بتاعي باين بالشكل دون، وابدا ان انا اقربه من بعض واعمل هنا عمليه الويلدنج. فاحيانا بحتاج ان انا اعمل عمليه التشامفرنج دين او البيفلنج دين، واحيانا لا. في حاله لو كان البليد بتاعي لو الثيكنس بتاعي اقل من حوالي 5 ملي فانا ما بحتاجش ان انا اعمل العمليه دي. انما لو البليد ثيكنس بتاعي من 5 الى 12.5 ملم فالايدجز بتاعتي بتبقى بيفلد لا اما بفي شيب او يو جروف ان بوث سايدز بتاعتي زي الاشكال اللي قصادنا هنا. ده السكوير بات جوينت، ما فيش عندي هنا اي نوع من انواع البيفلنج. في هنا ممكن يكون سنجل في، ممكن يكون سنجل يو على حسب الثيكنس بتاعه، ممكن يكون دبل في، ممكن يكون دبل دبليو. طيب في اذر تايبس للويلدنج جوينتس او الويلدد جوينتس، ماشي، اللي هي بتبقى من الكورنر بتاعها زي الكورنر جوينت دي. لما اكون عايز الحم حرف ال، لما اكون عايز اعمل ايدج جوينتس الاثنين دول فوق بعض تماما، لما يكون في عندي التي جوينت. طبعا دي بعض البيزك ويلد سيمبل. لما احب اقول ان انا الويلدمنت بتاعي ده عباره عن فيلت مثلا فبديله السيمبل اللي هو التريانجل دون، لما يكون سكوير فبيتعمل بالسيمبل دون، لما يكون في في فبديا بعض السيمبلز الستاندرد لعمليات اللحام. طيب على اي اساس انا بختار نوع الويلد تايب بتاعي؟ ده جه في كلامنا ان احنا قلنا على حسب الشيب بتاع الكومبوننت اللي احنا هنيجي نلحمه. يعني لو انا عندي سيركولر شيب بايد مثلا يبقى انا محتاج ان انا اعمل لها عمليه فيلت مثلا، وهكذا لو شكل تي لو ايدج وهكذا، يبقى على حسب الشيب بتتحدد نوع الويلد تايب. برضو على حسب الثيكنس بتاعنا زي ما قلنا، لو اقل من 5 ملي طب انا ممكن اعمله يو، لا انا ممكن اعمله بي، لا انا ممكن ما اعملش فيلت اصلا، ما اعملش بيفل اصلا، وهكذا. وعلى حسب طبعا الدايركشن بتاع الفورس بتاعتي، لان زي ما هنشوف دلوقتي ان البليت بتاعي او شكل الويلد بتاعي هيبقى عليه ستريسز على حسب نوع الفورس اللي انا اللي هي ابلايد على الجزء بتاعي. فانا هقول لو انا عندي فورس مثلا في الاتجاه الفلاني يبقى يفضل ان انا مثلا اعمل النوع دون من الويلدمنت. فعلشان نعرف دون يبقى احنا هندرس ما يسمى بالسترينث اوف ترافيرس فيلت
welded joints. يبقى دلوقتي عايز اعرف لو انا معايا transverse fillet welded joints يا ترى دي بتستحمل نوع اني نوع من انواع الاستريسز او ايه اللي هيبقى واقع عليها كاستريسز. فانا دلوقتي بقول لو انا عندي transverse fillet يعني الفورس بتاعتي جايه transverse على الwelded joints او الweldment مش كده, يبقى كده هي ديزايند ان هي تشيل تنسايل سترينث مش كده, يبقى هي فور تنسايل سترينث. ليه؟ لان الفورس دي هتبقى جايه ترانسفيرس على الشيب بتاعي, فيبقى في كده في نورمال اريا من الشيب بتاعي اللي هو الشكل التراينجل دون, في نورمال اريا هنا والفورس بتاعتي دي بتعمل عليها عمليه تنشن او عمليه كومبريشن. طيب ناخد بالنا بقى من حاجه مهمه لان كده ابتدينا ندخل في عمليه الديزاين, ان اللحام بتاعي بيبقى الارتفاع بتاعه تقريبا بيساوي الثيكنس بتاع البليت, فهنسميه الارتفاع دون اس, بالتالي المسافه دي اللي احنا نسميها الليج بتاعه الويلدمنت بتاعتي برضو اسمها اس. ال L دون اللي هو طول اللحام بتاعي هيساوي العرض بتاع البليت بتاعنا. طبعا دي سنجل ترانسفيرس ودي دبل ترانسفيرس. علشان نقرب او عشان نسهل الحسابات بتاعتنا, احنا قلنا ان احنا هنعتبر ان الشكل بتاعنا عباره عن او الكروس سكشن بتاع اللحام هنعتبر ان هو تراينجل شيب. هو اي نعم بيكون في جزء كيرفد هنا, فده هيبقى عباره عن رينفورسمنت, عباره عن تقويه للحام, ولكن احنا للتسهيل هنعتبر ان الكروس سكشن بتاعنا عباره عن تراينجل شيب ليه ارتفاع او ليه الويتس بتاعه اس والهايت بتاعه اس, يعني الانجل دي هتبقى 45 degrees. طيب انا دلوقتي لما اقول ان في فورس في هذا الاتجاه, الفورس في هذا الاتجاه المفروض ان انا اقول ان الاريا اللي بتستاند او بتقاوم الفورس دي هي المفروض عباره عن الاس دي في مين؟ في الطول الداخل, هي دي النورمال اريا بتاعتي, المفروض ان انا اقول كده. ولكن في الحقيقه الاريا بتاعتي او الكروس سكشن بتاعي عباره عن ترينجل, ما هواش السكوير دوت. طيب يبقى انا لازم لما اجي اعمل عمليه ديزاين بدور دايما على المينيمم اريا, بدور على الاريا الصغيره, ولو الاريا الصغيره استحملت يبقى من باب اولى الاريا الكبيره تستحمل. طيب فين الاريا الصغيره في الترينجل بتاعي؟ لو انا جيت مديت الخط من البي لغايه الدي, عملت اسقاط او بروجكشن لللاين دون, المسافه دي عباره هيبقى اسمها التي, التي دي هتتسمى ب الثروت ثيكنس, هو ده الثيكنس اللي انا هعتبر ان الويلدمنت بتاعتي متصنعه بيه او معموله بيه. ليه؟ لان الطول بتاعي دون اصغر من العرض بتاعنا اللي هو البي سي دون, وبالتالي انا هاخد الطول القصير اللي هنا هو دون او هو ده الكروس سكشن اريا اللي انا هقول لو انا عندي الفورس على الاريا هي دي السيجما او هو دون النورمال ستريس, فالاريا بالنسبه لي الصغيره هي عباره عن الطول الصغير اللي هو البي دي في ال اللي داخل لجوه, يبقى البي دي دون اللي هو التي هو دون اللي احنا هنتعامل عليه اللي هو الثروت سيكنس. طب التي دون بيساوي ايه؟ ده مثلث 45 درجه عادي جدا ماشي كده. يبقى الاس دي هتساوي تقريبا اهو احنا كاتبين هنا ان التي دون ده الاسترات ثيكنس بتاعنا, الاس ده الليج او بنسميه السايز بتاع الويلد اللي هو بيساوي الثيكنس بتاع البليت, والال اللي هو اللينس بتاع الايه بتاع الويلد. فيبقى احنا نشتغل على المينيموم اريا بتاعت الويلد اللي هي تيجي من البي دي اللي هو الاسترات ثيكنس والال بتاع الويلد بتاعنا. يبقى من هنا اقدر اقول ان التي بتاعتي اللي هو الثيكنس دون هيساوي الاس ساين ال 45 مش كده؟ يبقى هتساوي لو انا قلت ساين يبقى الاس بتاعتنا هتساوي
ماشي كده، يبقى التي هتساوي 0.707 من الاس. يبقى المينيمم اريا بتاعتي عباره عن الثروت ثيكنس في ال، يبقى الاريا عباره عن التي في ال، والتي قلنا ان هي 7/10 في الاس، ونضرب الكلام ده في مين؟ في ال. من هنا بقول لو انا عندي سنجل فيلت ويلد، يبقى السيجما بتاعتي هتبقى السيجما تنشن بتاعتي بتساوي الفورس على الاريا، بتساوي الفورس على اريا واحده بس لان هي سنجل ايه؟ سنجل فيلت. طيب يبقى الاريا دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن 7/10 في الاس في مين؟ في ال. يبقى البي بتساوي ايه؟ بتساوي الاريا في السيجما تي. يبقى البي بتساوي 7/10 في اس في ال في مين؟ في السيجما تي. هو ده السبب اللي احنا كتبنا بيه هنا ان البي بتساوي السلوت اريا في الالاوبل تنسايل ستريس. يبقى انا لو قلت ان الوالد ماتيريال دي ليها سيجما الاوبل قد كذا، يبقى لو ضربتها في الاريا بتاعت الولد بتاعي، يبقى انا كده قدرت اجيب اقصى بي يقدر يستحملها او تقدر تستحملها الوصله دي. ده في حاله لو كانت سنجل فيلت. طب لو حاله دبل فيلت، لا يبقى ساعتها انا هيبقى في عندي اريا هنا، اريا فوق هنا، وفي كمان عندي اريا موجوده تحت هنا. يبقى في حاله الدبل فيلت يبقى نفس القانون هو هو، بس نضربه في كام؟ نضربه في 2. يبقى لو انا كانت السنجل بتستحمل 100 كيلو نيوتن، لا ده يبقى مثلا الدبل بتستحمل 200 كيلو نيوتن، مش كده؟ طيب السترينث في حاله بتاع الويلد، في حاله البارالل فيلت ويلد جوينت، في حاله لما بتبقى بارالل بالمنظر اللي قصادنا دون او الشكل اللي قصادنا دون، يبقى كده الفورس بارلل ل الويلد بتاعتنا. يبقى الويلد بتاعتنا دلوقتي هي بترزيست او هي ديزايند فور الشير سترينث، لان الفورس بتاعتي هتبقى بارلل للاريا بتاعتنا اللي هي برضو المينيمم اريا اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت الترينجل. يبقى لو انا عندي المينيمم اريا هي عباره عن كام؟ برضو 7/10 في الاس في مين؟ في ال. لو انا كان عندي سنجل بارلل فيلت، يعني انا عندي واحد بس من ده وده مش موجود، يبقى الشير ستريس بتاعي برضو التاو هتساوي الفورس على البارلل اريا، والبارلل اريا اهي هي اللي تحت هنا. يبقى الفورس الماكسيمم لود كارين كاباسيتي لي الوصله دي هتبقى عباره عن الاريا في الالاوبل شير ستريس بتاعي. طب لو هي دبل زي الصوره اللي قصادنا دي، يبقى هنضرب الكلام ده في 2، يبقى برضه هتطلع 1/44 في الاس في ال، بس المره دي في مين؟ في التاو بتاعتنا. ده مثال بيقول ان انا عندي بليت مليمتر وايد، يبقى هو ده ال بتاعنا، ده البليت دون العرض بتاعه 100 مليمتر، الثيكنس بتاعه 10 مليمتر، يبقى هو ده الاس بتاعتنا، لان قلنا ان السمك بتاع البليت يبقى هو الارتفاع برضو بتاع الويلد، يبقى هو دي الاس. is to be welded to another plate by means of double parallel fillet، زي الشكل اللي احنا لسه واخدينه دلوقتي حالا. the plates are subjected to a static load of ده البي بتاعتنا 80 كيلو نيوتن. عايز ايه بقى؟ find the length of the weld if the permissible shear stress بتاعي does not exceed 55 ميجا باسكال. هو كده عايز الطول بتاع الويلد. فكده دلوقتي لما اقول ان الويلد ب 100، الثيكنس ب 10، البي ب 80، التاو بكذا، يبقى والال بتاعنا هنعتبره هو اللينس بتاع الولد، والاس هو السايز بتاع الولد اللي هيساوي 10، ويبقى من هنا انا هقول ان الماكسيمم لود بتاعي اللي هو البي بيساوي 1/4 في الاس في ال في التاو. يبقى كل حاجه موجوده ما عدا ال، يبقى ال بتاعتي هتبقى بحوالي 103 ملم. طيب افرض دلوقتي ان انا كان عندي اثنين كومباينيشن من سنجل ترانسفيرس ودبل
ودبل بارلل فيلت، يعني كونت الاثنين مع بعض. يبقى الاسترينث بتاع الجوينت بتاعتي هتبقى عباره عن السمشن بتاع الاسترينث بتاع السنجل ترانسفيرس والدبل بارلل فيلت. يبقى الفورس المره دي اللي نقدر ان احنا نابلايد بيها هنا هتبقى عباره عن عن الاسترينث اللي بتتحمله الترانسفيرس مع الدبل بارلل فيلت. يبقى هتبقى 7/10 من الاس دي لو كانت طبعا هنا كمان سنجل ترانسفيرس في ال ال واحد، ال ال واحد اللي هو العرض بتاع البليت هنا في ال الاوبل تنسايل سترينث في الواحد 1/4 في الاس في ال ال 2 في ال الاوبل شير سترينث بتاعنا. في بعض السبيشال كيسز في عمليات الويلدنج زي ايه؟ زي ان انت يكون في عندك بايب والبايب دي هي هتبقى فيلت ويلدد جوينتس بس سبجكتد بتور. طيب اوكي الدي هو الدايمتر بتاع الرود بتاعنا، الار هيبقى هو الريديس بتاعه، التي ده التورك اكتنج على الرود، الاس ده السايز او الليج بتاع الويلد، والتي برضه هو الاسترات سيكنس عادي جدا، واحنا عارفين ان الجي هيبقى البولر مومنت اوف انرشيا اللي هو هيبقى عباره عن باي في التي في الدي تكعيب على 4. طب انا عندي الشير التورشنال ستريس بيساوي التورك في الار على الجي، لما نيجي نعوض بالمعادله دي ونعوض بالجي اللي هو البولر مومنت اوف انرشيا هنا هيطلع لي في الاخر ان الشير ستريس عباره عن 2 التورك على باي في التي في الدي سكوير. طيب يبقى معنى كده وانا عندي التي بتساوي 7/10 من الاس، يبقى انا لو عوضت دي او عملت سبستيتيوت من التي دي في معادله الشير فوق هنا الشير ستريس يبقى او التورشنال ستريس يبقى تاو ماكسيمم اقصى تاو تقدر تستحملها او السبجكتد على الويلدمنت دون عباره عن 2 التورك على باي في 7/10 في الاس في الدي سكوير. لو احنا طبعا اختصرنا الدنيا دي يبقى تساوي 2.8/10 في التورك على الباي في الاس في الدي سكوير. يبقى انا ممكن لو انا سويت الشير ستريس دون بالالاوبل شير ستريس يبقى انا من هنا اقدر اطلع الماكسيمم تورك سبجكتد او تو كاري الجوينتس دي تقدر ان هي تستحمل تورك قد ايه. مثال هو بيقول لي ان انا عندي 50 مليمتر دايمتر سوليد شافت از ويلدد تو فلات بليت باي 10 مليمتر فلت ويلد زي الشكل اللي احنا شايفينه دون. هو عايز الماكسيمم تورك اللي نقدر نسبجكتد بيه على البايب دي باعتبار ان الماكسيمم شير ستريس ليا هو ال 80 ميجا باسكت. طبعا لما اساوي هنا ده الماكسيمم شير ستريس 80 او اللي احنا نسميه الالاول وكل حاجه موجوده، الاس موجوده ماشي كده ب 10 ملم والدي اللي هو الدايمتر بتاع السوليد او اللي هو البايب بتاعنا ماشي كده ده اللي هو ال 50 والاس ب 10. يبقى من هنا قدرت اطلع الايه؟ قدرت اطلع التورك بتاعنا. في سبيشال كيس اخرى ان يكون عندي البايب بتاعتي سبجكتد لي بيندنج مومنت. برضه نفس الكلام هيبقى السيجما بيندنج تساوي الام على الزد حيث الزد ده حاجه اسمها السكشن مودلس. فالنوع الثاني اللي هو بيحصل البندنج هنا فقلنا ان السيجما عندي كنا بنقول ان هي بتساوي ان السيجما بتساوي المومنت في الواي على الار. في عندي حاجه اسمها ستكشن مودولس اللي هو الزد دون بيساوي الاي على الواي. فكده ممكن اقول ان السيجما بندنج بتاعتي بتساوي الام على الزد حيث الزد اللي هي الاي والواي هتقوم طالعه فين؟ هتقوم طالعه. ف
فالسكشن مودلس ده من التيبل هو عبارة عن باي في التي في الدي سكوير على 4. لما هنخفض نعمل ريدكشن للفرميولا دي انا هيطلع ان السيجما بيندنج بتساوي 4 في المومنت على باي في التي في الدي سكوير. طبعا التي عندنا برضو بسبعة من عشرة من الاس, يبقى لما هنسبستيتيوت هنا هيطلع في الاخر ان هي 5.6 من عشرة في المومنت على الباي في الاس في الدي. فممكن برضو زي المسألة اللي فاتت, يبقى لو انا قلت ان الماكسيمم سترينث عندي قد كذا, طب يا ترى اقصى بيندنج مومنت كام, او ان يكون البيندنج مومنت جيفن وتتسأل هو البيندنج ستريس اللي واقع على اللود دون او على الويلد دون قد ايه. اخر واحده اللي هي كانت البات جوينت. البات جوينت زي ما احنا شايفين اللي هي السنجل في بات جوينت, الفورس بتاعتي هنا سبجكتد لي نورمال ستريس, والدبل هنا برضه هو سبجكتد لي النورمال ستريس. فهنا بقول ان الفورس بتاعتي بتساوي التي, بس هنا بقى الاريا السبجكتد ليا هتبقى عباره عن التي في ال, حيث التي دي السمك بتاع البليت بتاعي. فيبقى التي في ال في السيجما تنشن. طب لو هي دبل ده, لو هي سنجل في او اللي احنا السكوير بات جوينت. طب حاله لو هي دبل في هيبقى البي عباره عن التي واحد زائد التي اتنين في الطول بتاعنا اللي هو الايه او العرض بتاع البليت او اللي هو الطول بتاع الويلدر. ماشي كده. طبعا في ريكومندد فاليو للتي دي تبقى قد ايه في التيبل دي, لكن هي طبعا بتبقى جيفن بالنسبه, لكن دي ريكومندد على حسب الثيكنس اوف بليت, بيبقى المينيمم سايز بتاع الويلد قد ايه, دي ريكومندد values. وشكرا لحسن استماعكم.